مشروع قرار أمام مجلس الأمن بشأن اليمن وتصاعد الدعوات الدولية إلى وقف الحرب. 4 سنوات من الحرب، هل أيقظت ضمير العالم؟ وتذكر الغرب أخيراً مأساة اليمنيين؟ أهلا بكم. مشروع قرار غربي في مجلس الأمن للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن. المشروع الذي كشف عنه دبلوماسيون تقدمت به أمريكا وبريطانيا وفرنسا يهدف أيضا لدعم الحوار الذي يقوده المبعوث الأممي أملا في التوصل إلى تسوية سياسية. السلام على مرمى 30 يوما أو أقل من ذلك، فهل سيصدق العالم هذه المرة؟ أم أنها خيبة أخرى ستضاف إلى سجل اليمنيين المليء بالانكسارات؟ يتحدث اليمنيون عن غياب ملامح الدولة وتحالف خذل الجميع على الأرض وميليشيات تسيطر على السلاح والعاصمة. يقول جريفيث إن هناك رغبة قوية للانتقال من الحرب إلى السلام في اليمن. وتقول الحرب إن هناك مبعوثين قالا ما كرره جريفيث، لكنهما ذهبا وبقيت الحرب. غير أن ما هو ملفت في الأحداث اليوم هو أن المجتمع الغربي وضع فجأة الأزمة الإنسانية في اليمن نصب عينيه، أو هكذا يبدو. فهل حان فعلا وقف النار في اليمن؟ فجأة تنبه العالم لمسؤوليته الأخلاقية إزاء الصراع في اليمن. 4 سنوات سوداء خاضها اليمنيون في صراع بلا أفق قبل أن يلتفت العالم للمأساة اليمنية. واشنطن التي تصدرت دور البطولة في المشهد اليمني في الآونة الأخيرة كانت قد وجهت عبر وزير خارجيتها ووزير الدفاع دعوات لجميع أطراف الأزمة اليمنية بوقف إطلاق النار خلال 30 يوما. تبدو اليوم عازمة على المضي بفرض معطيات جديدة على خارطة الصراع اليمني، فهي وإلى جانبها بريطانيا وفرنسا تسعى لتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن ودعم الحوار الذي يقوده المبعوث الدولي أملا في التوصل إلى تسوية سياسية. متطلبات السلام من وجهة نظر واشنطن تبدأ من وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، يليها وقف استهداف السعودية بالصواريخ البالستية قبل الانتقال لمحادثات سياسية تؤدي إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار على نطاق واسع. دعوات وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ستمضي مسنودة بتحركات لتسريع عمليات الإغاثة وانتشال الاقتصاد اليمني عبر ضخ العملات الأجنبية في البنك المركزي. بات من الواضح أن ثمة ما يشبه الإجماع الدولي حول إنهاء الحرب اليمنية، فالإرادة الدولية كما تقول كل المؤشرات إنها تسعى لانتزاع الملف اليمني من يد السعودية التي باتت أنظار العالم مصوبة عليها وعلى أدائها في التعامل مع الأزمات، خصوصا عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بطريقة وحشية، بما يؤكد أنه ليس اليمنيون وحدهم من فقدوا ثقتهم بالسعودية بعد 4 سنوات حرب، بل أن العالم بات ينظر إليها بعين الريبة وفقدان الثقة بالنظام السعودي. رغم الترحيب الذي أبدته الشرعية بجهود السلام بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها طالبت بحزمة من إجراءات بناء الثقة تشمل إطلاق سراح الأسرى ونقل إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلاب إلى البنك المركزي وفتح المطارات وتسليم ميناء الحديدة. وعلى الرغم من كل الضغوط الدولية الرامية لإنجاح قرار السلام الدولي، إلا أن سحابة الشكوك لا تزال تخيم على النجاح أو في أدنى المستويات على انعقاد المشاورات في التوقيت المحدد. غير أن ما تراه واشنطن أنه مجرد قصف سعودي على اليمن، يراه اليمنيون أزمة مركبة بدأت بانقلاب الحوثي على السلطة وانتهت بتحول التحالف عن أهدافه وخذلان الشرعية. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي ومسؤول علاقات الخارجية لتيار يمنيون ومن اسكتلندا، وسينضم معه آخرون أيضا. بداية مساء الخير دكتور أحمد. لا أستمع إليك جيدا أستاذ أحمد. لا الدكتور أحمد، لا أدري. مساء الخير.
نعم الآن الآن مساء الخير. نعم اتضح الصوت الآن. نعم دكتور أحمد، دعوات ابتدأها وزير الدفاع الأمريكي لإنهاء الحرب في اليمن، هل تعتقد أنها دعوات أو أن هناك رؤية سياسية واضحة لأجل هذه الدعوات أو تقف خلف هذه الدعوات؟ بداية أشكر قناة بلقيس على إتاحة هذه الفرصة. نعم حقيقة هناك الآن إجماع دولي واسع النطاق هنا في الغرب على أن الأزمة الإنسانية اليمنية أو الحرب في اليمن يجب أن تنتهي. أنا أتابع الصحافة اليمنية، الصحافة الغربية، الصحافة البريطانية وبالتحديد الفرنسية، الأمريكية، الألمانية، كلهم مجمعين أن الأزمة الإنسانية أو الحرب الكارثية الحاصلة في اليمن يجب أن يكون لها نهاية، وأن التحالف العربي عجز أن يجعل من الردع العسكري حلا لإنهاء الانقلاب في اليمن، بل أدخل اليمن في نفق مظلم لمدة 4 سنوات تقريبا. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع ماتس أيضا حول اليمن، أيضا من خلال التداعيات الخطيرة التي حصلت في ملف حقوق الإنسان ضد المملكة العربية السعودية بقتلها للصحفي خاشقجي، ومما جعلت الضوء مسلطا في هذه الفترة على ما تفعله السعودية بالإقليم بأمته. فكان الملف اليمني ضمن ما تديره المملكة السعودية، لذلك ظهر الملف اليمني الآن بقوة على الساحات الإعلامية العالمية وأصبح مسلط الضوء عليه، ليحاول المجتمع الدولي يرى كيف تنتهي الحرب في اليمن بأي طريقة، لأنها صارت عملية مؤرقة للمجتمع الإنساني. لكن النقطة التي أحب أن أتحدث عنها أن المجتمع الدولي حتى الآن لا يوجد لديه خطة سياسية واضحة لإخراج اليمن من هذا النفق. واستمعت لوزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن سكان أصليين وعن أقليات وما إلى ذلك، سأتحدث عن ذلك لاحقا، لأن هذا قد يؤدي تأجيل الحرب وليس إلى إنهائها. نعم إذا يعني إذا لم يكن هناك رؤية سياسية واضحة كما قلت، ما سر هذه الدعوات المتلاحقة؟ أمريكا ثم بريطانيا وفرنسا، كذلك الاتحاد الأوروبي، كندا، وأيضا روسيا تطرقت إلى هذا الجانب، ما هو السر برأيك؟ كما قلت بداية أصبح الملف اليمني يؤرق العالم بشكل عام. 4 سنوات من الحرب الطاحنة التي أهلكت الحرث والنسل في اليمن، وجعلت الجمهورية اليمنية تصنف كأكبر كارثة إنسانية في الوقت الحاضر. لديها أكبر كارثة إنسانية، ولا يوجد أي حل قريب للأزمة، بمعنى أن هناك كما تقول الأمم المتحدة وأرقامها أن هناك حوالي الآن 14 مليون يمني يعانون من المجاعة، وأنهم سيكونون في عداد الموتى إذا استمرت الحرب بهذه الطريقة العبثية، لأنه لا توجد أي خطط لإنقاذ هؤلاء الناس أو لمدهم بالماء والغذاء في هذه الفترة. لذلك نحن نتحدث عن أزمة إنسانية عميقة التركيب، وأيضا الصحافة والإعلام الغربي الآن جعلها قضية شبه يومية في الإعلام الغربي، إذن هي أيضا قضية ضاغطة على صانع القرار في الغرب للتدخل، لأن هنا منظمات إنسانية كثيرة في الغرب الآن تعمل وتتحدث عن الأزمة اليمنية، فأصبحت القضية قضية إنسانية من المقام الأول. نعم إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ لبيب ناشر، وهو عبر سكايب عفوا، وهو نائب رئيس مجلس العلاقات اليمنية الأمريكية من نيويورك. مساء الخير أستاذ لبيب. مساء النور عليك يا آسيا. أهلا بك أستاذ لبيب. إذا مشروع دولي تقوده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طاولة مجلس الأمن، لماذا برأيك هذا التحرك الآن؟ أنا أتوقع أن ما يحدث حاليا بكل المقاييس هو تبعات ما حصل قبل فترة بسبب اغتيال الصحفي خاشقجي، وتركيز العالم كله على
قدرات السعودية في إدارة هذه الحرب. أنا سأتحدث مثلا في هذه الجزئية البسيطة عن ما يحصل هنا في أمريكا. الخصم السياسي اللدود لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو الحزب الديمقراطي يضغط بقوة شديدة جدا على جميع المستويات، يضغط على الإدارة الأمريكية الحالية ويضغط على وتر العلاقات الجيدة الموجودة ما بين الإدارة الأمريكية الحالية وما بين القيادة في المملكة العربية السعودية. وعليها قيسي أنت في بقية الدول الأخرى، مثلا في بريطانيا أو في فرنسا أو في أي دولة أخرى. هذه الدول بالأساس لا تهتم بالجانب اليمني أو بمأساة اليمن بقدر ما تهتم بكسب أو بالانصياع على مستوى الدائرة. نعم. صحيح أن مقتل خاشقجي أظهر للعام الناس أن هذه الإدارة السعودية قد لا تكون هي أفضل للتعامل مع مأساة شعب بالكامل، هذا لا شك فيه، ولكن الانتباه المفاجئ والسريع للعالم كله لم تأكد فراغ، هي فرصة جاءت خصوم السياسيين لدى كل إدارة في كل دولة من الدول التي تحدثنا عنها، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، جاءت لهم كورقة للضغط على الأحزاب التي الحالي، بمعنى أن المعارضة السياسية في هذه الدول هي التي حركت هذه الورقة بشكل الحالية. السؤال يتم فرض المفاوضات، وانا اقول فرض لان السكين الحوثيين هم لا يريدونها في الوقت الحالي بالذات. نعم، لكن الفرض هذا لم يتم بعد، يعني حتى لو تحدثوا، نعم، حتى لو تم الحديث عن مفاوضات الى الان هو مجرد حديث، يعني لا نعلم ما الذي في نيه الحوثيين، يعني قد يصنعوا ما صنعوا في اخر مفاوضات فشلت في جنيف لعدم ذهابهم، يعني قد يحدث الامر كذلك، يعني لا نستطيع ان نسميها فرض كما تقول. التاريخ دائما، التاريخ مع الحوثه وصراع الشعب اليمني مع الحوثه يؤكد هذه النظريه. الحوثيين لا يميلون الى السلم والسلام والمفاوضات الا في حاله ضعفهم. مع المعركه القاسيه التي تحصل الان عليهم في داخل الحديده، اؤكد لك انهم سيقبلون بالمفاوضات فقط لكي ياخذوا النفس، لا اكثر. لا تنسي انه في مساء يوم 21 سبتمبر 2014 وقعوا اتفاقيه السلم والشراكه الوطنيه. نعم. تحت ظلال الامم المتحده. ولم يحصل اي شيء. تكررت هذه العمليات المفاوضات الأخيرة، هم رفضوا أن يذهبوا لأن لا يريدون إنهاء هذه الحرب على الشاكلة الذي يريدها العالم. العالم يريد أن تكون قرارات الأمم المتحدة هي المرجعية، هم لا يريدون هذا الأمر ولن يكون هذا الأمر يا أختي. حتى تم فرض المفاوضات كما أقول وتم الاتفاق على حلول في الجانب الإنساني كما قال أحمد، الحرب ستؤجل ولن تنتهي. نعم. إذا يمتلكون سلاح ثقيل، يمتلكون بشرية، يجب أن يكسروا عسكريا في الداخل، وإلا ستبقى المأساة الإنسانية تتكرر ما بين فترة وأخرى. نعم. إذا اسمح لنا أستاذ لبيب بالعودة للدكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني حاليا هناك مشروع قرار أمريكي فرنسي بريطاني على طاولة مجلس الأمن، إلى ماذا يسعى المجتمع الدولي برأيك؟ يعني ما القرار الذي قد ينتج عن هذا المشروع؟ يعني ونحن نعلم أن قرار مجلس الأمن 2216 لم ينفذ حتى الآن. عندما أرى ما تفكر به الدول أو ما تكتبه صحافة الدول التي ذكرتها، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول، وأرى أيضا ما ينطق به المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، للأسف الشديد كما قلت بداية لا توجد خطة واضحة المعالم حتى الآن، ويبدو أن هناك حتى التفاف على القرار 2216 لتحويل القضية إلى قضية وقف إطلاق النار بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، بحيث أننا نتحدث عن وكأنها حرب دولية صارت بين دولتين، ولم يكن هناك انقلاب، ولم يكن هناك تفهم لسبب ما يحدث في اليمن بشكل عميق.
لذا أصبحت تيار في الغرب يرى أن يجد حلا لإقناع الحوثيين بعدم قذف السعودية بالصواريخ مقابل منطقة عازلة ومقابل أن السعودية أيضا لا تعتدي على الحوثيين. نعم. ثم نتناسى قضية القرار 2216 والانقلاب الحاصل في اليمن. أيضا هناك انطلاقة غربية من منطق النظر لإقليم الشرق الأوسط عبر سياسة الأقليات. هناك ساسة أمريكيون غربيون بشكل عام ينظرون للحوثيين كأقلية، والحوثي يسوق نفسه كأقلية مظلومة في اليمن. وأنا أنصح هنا الإخوة الحوثيين وأقول أننا كنا يمنيين، التدثر بجلباب الأقلية خطير جدا، يمزق البلد. نحن متعايشين آلاف السنين، لا يوجد أقلية في اليمن، كانت هناك أقلية دينية يهودية إخوانهم في المواطنة أيضا. ذلك الذهاب نحو الأقليات ونحو سكان أصليين وغير سكان أصليين هو تمزيق لليمن، لن يستطيع ذلك من خلال ذلك أن يحكم الحوثي ولا غير الحوثي ستسقط اليمن. أنا أحذر من هذا الطرح، لأن مسار الحديث عن أقليات في الأزمة اليمنية سيغزي البلد بشكل كبير. نعم. إذا عودة إليك أستاذ لبيب. أستاذ لبيب، يعني التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع، إذا المعذرة يعني الأستاذ لبيب فقدنا الاتصال به، أعود إليك. الآن نعود للأستاذ لبيب. دكتور أحمد، يعني حاليا إذا هناك قرارات دولية سابقة كما قلت 2216، أيضا 1140 وغيرها، لما لا يضغط المجتمع الدولي نحو تلك القرارات لتنفيذها عوضا عن إصدار قرار آخر نعلم تماما أنه سيعلق كما علق غيره؟ عزيزتي آسيا، المجتمع الدولي للأمانة هناك، صحيح هناك رأي سياسي وهناك رأي عام دولي يرى مظلومية اليمن حقيقة وما تتعرض له، ولكن ما زال تجار السلاح أيضا لهم اليد العليا في صناعة السياسة الدولية للأسف الشديد. هم ينظرون لليمن الآن أنها صفقة، الحرب الحاصلة في اليمن أصبحت كما يقال في الغرب بزنس، is business, absolutely business. يعني أصبحت عملية تجارية مربحة لتجار الأسلحة، السعودية تشتري بكميات كبيرة من الأسلحة ومصانع الغرب مرتاحة لذلك. وجود أو الحفاظ على تيار عسكري في اليمن كالحوثيين أصبح مصلحة لمصانع أسلحة غربية ولساسة غربيين للحفاظ على هكذا قوة عسكرية داخل الجسد اليمني، بحيث أنها تخلق في الإقليم توترا مستداما يجعل من هذا التوتر سوقا للسلاح في هذه الدول. للأسف الشديد نحن العرب هم يبدو نحن الوحيدون الآن على كوكب الأرض من يشتري السلاح بهذه الصفقات. فنحن نتحدث هنا عن تداخلات سياسية واقتصادية ومصالح أنانية لبعض الدول لا تنظر، ما زالت لا تنظر للقضية اليمنية نظرة عميقة، بل من خلال فقط أن هناك أزمة تجار كالإمارات والسعودية تدخلوا فيها ويشتروا من خلالها صفقات سلاح ويجب أن تستمر. لكن الآن أحرقوا بسبب الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، والذي أيضا أتفق أنا مع الأخ لبيب عندما قال المعارضات. نعم، حزب العمال هنا في بريطانيا أيضا يضغط بقوة، مستر كوربين رئيس الحزب العمال يضغط بقوة في البرلمان، هو تيار حزب العمال هو تيار عريض جدا. نعم. والحزب الليبرالي الديمقراطي كذلك، وأيضا كثير من المحافظين في العمال في البرلمان البريطاني لإيقاف الحرب، لأن الحرب أصبحت تؤرق الإنسانية بشكل عام. نعم. إذا أعود لي الأستاذ لبيب الذي عاد إلينا. أستاذ لبيب، يعني التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس حول ضرورة أن يتسلم المكان السكان الأصليون، يعني هذه التصريحات أثارت استياء واسع من قبل الأوساط الكثير. ربما الدكتور أحمد أراد أن يعلق على هذه النقطة، سأتيح له الفرصة. بهذا الشكل يتضح أن الأمريكيين ينظرون للأزمة بطريقة مختلفة، برأيك كيف ينظر الأمريكان للأزمة اليمنية من خلال متابعتك وإقامتك هناك؟ كما أخبرتك أنا أختي بأنه طبعا
هو في نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها هنا، بأنه إحنا لدينا فريقين من العاملين في مجال المنظمات الغير حكومية، نعم الفريق الذي يعمل ويدعم الشرعية وأداء الشرعية في هذه الحرب، والفريق الذي يعمل في دعم الانقلابيين الحوثيين. يجب أن نعترف بأن لا مجال في الشك أنه الجماعة الذي يعملوا مع الحوثيين الانقلابيين هم أكثر عددا نشاط. وللأسف وقدرة على توصيل أفكارهم إلى الأحزاب السياسية الموجودة في داخل أمريكا، وبالتالي في هذه الفكرة الأساسية التي قاموا عليها المرة الماضية. أنت لا تنسي بأن الرئيس المتوكل في آخر لقاء لها كان في داخل مجلس الأمن عندما قالت وتحدثت بهذا اللفظ وقالت السكان الأصليين، تناقلت جميع الوسائل الإعلامية هنا هذه اللفظة وهذا المصطلح، وطبعت الفكرة لدى أصحاب القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بأن السكان الأصليين تعرضوا للإبادة من قبل قوات التحالف والشرعية، برغم توضيحاتنا المستمرة لأصحاب القرار، توضيحاتنا المستمرة للسياسيين العاملين في أمريكا هنا. إلا أن النشاط وقدرة المنظمات الحقوقية والسياسية الداعمة الشرعية وأدائها في داخل أمريكا يظل لديها قصور بعض الشيء. للأسف الشديد، للأسف الشديد، الولايات المتحدة الأمريكية لا تدخل في عمق الأزمة اليمنية. احنا كنا نتصور بأن هناك قدرة لدى الأوروبيين والأمريكيين في معرفة كل التفاصيل. هم يعتمدون على قنوات معينة رسمية وشبه رسمية في التعامل بهذا الأمر. هذه القنوات تعطيهم أفكار قد تكون في الغالب خاطئة، قد تكون في الغالب تعطي يعني، وإلا بماذا تفسر بأنه وزير الدفاع الأمريكي بكله يقول بأن هناك أن السكان الأصليين يجب أن يتولوا الأمور في داخل نعم، لكن يعني ألا يتضح لهم الأمر من خلال، ألا يتضح لهم الأمر مثلا من خلال قرارات مجلس الأمن، من خلال إحاطات، من خلال بيانات، ربما هي توضح الصورة أكثر. أيضا هل نعتقد أن السعودية أيضا وحساسيتهم تجاهها من ناحية ثقل الملف حقوق الإنسان لديها دخل في خط الأزمة أيضا؟ بالتأكيد متانة العلاقة وقوة العلاقة التي أبداها الرئيس دونالد ترامب مع ولي العهد السعودي في بداية صعوده على كرسي الرئاسة كان محور رئيسي لعمل الحزب الخصم في داخل الولايات المتحدة، وبالذات بعد مقتل خاشقجي، فهم استخدموا هذا الأمر بقوة، ووضعت الحرب اليمنية الآن على السطح نتيجة كما قلت لك سابقا لتبعات هذه الحادثة التي حصلت في تركيا. في كل الأحوال أختي، الآن لنأتي إلى النقطة الرئيسية. النقطة الرئيسية أنه حتى وإن تم حل المشكلة الإنسانية في داخل اليمن، هل هناك لدى أمريكا وأوروبا حلول عسكرية، نقاط واضحة لإنهاء الصراع العسكري الذي هو الأساس في الأزمة الإنسانية؟ نفترض أنهم أدخلوا القمح وأدخلوا الزيت وأدخلوا الماء وأدخلوا كل شيء للجمهورية اليمنية وانحلت المشكلة الإنسانية، إلى أي مدى سيتم حل هذه المشكلة الإنسانية؟ كم ستأخذ من الوقت؟ نعم، إذا لم يكن هناك خطة داعمة عسكريا لمن يتمرد على اتفاقيات السلام القادمة، فليس هناك أي جدوى من هذه الاتفاقية. إذا لم يكن هناك خطط إنسانية تدعمها خطط عسكرية لما سيأتي، فلا أعتقد أن هناك أي فائدة من أي حلول. نعم، إذا دكتور أحمد، قبل أن نتحدث عن موضوع الخطط الذي ربما طرحته أنت في بداية الحلقة، أسألك أيضا عن موضوع يعني الرؤية أمريكا والشعب الأمريكي وأيضا الأحزاب المؤثرة في القرار الأمريكي للحرب في اليمن. مسألة السكان الأصليون أردت أن تتحدث عنها، تفضل. مسألة السكان الأصليين التي وردت على لسان وزير الدفاع الأمريكي كما قلت هي مسألة خطيرة جدا، وكأننا نتحدث عن هنود حمر في اليمن. يعني اليمن لم تكن أرض هجرة حديثة بسبب ثورة صناعية كما حصل في أوروبا أو كندا وما إلى ذلك، وهذه مغالطات، وكأننا نمنح جزء من المجتمع اليمني أرض ونفوذ مقابل أنهم سكان أصليين على حساب سكان آخرين غير أصليين.
أتفق مع الأخ لبيب كما قال أن هناك تيار من الحوثيين في الخارج يعمل بشكل يعرف يستخدم الألفاظ التي تدندن أو تطرب الغرب كالسكان الأصليين والأقليات وما إلى ذلك مقابل أداء للخارجية اليمنية مخزي حقيقة. أنا هنا ألوم الخارجية اليمنية والحكومة اليمنية، سياساتها الخارجية مشلولة، ذهبوا للسعودية ثم مكثوا هناك وكأنهم أطفال حقيقة، لم يخرجوا للمجتمع الدولي، لم يشرحوا القضية للناس. وزير الخارجية كنا نتفائل به خيرا، كان أداؤه في عندما كان في الأمم المتحدة أداؤه أحسن من وزير الخارجية الآن. نعم. لذلك مصطلح السكان الأصليين التقطته الخارجية الأمريكية أو الحكومة الأمريكية من بعض المتحدثين اليمنيين. كان على الحكومة اليمنية أن ترد وتقول أن هناك لا يوجد سكان أصليين وسكان غير أصليين في اليمن، نحن مجتمع يمني متوحد وموجود بهذه التشكيلية منذ آلاف السنين، ما هذا الطارئ الذي حصل ليكون هناك سكان أصليين وسكان غير أصليين؟ هذا الكلام مرفوض. لكن حتى الحكومة اليمنية لم تلتقط هذه الكلمة رغم خطورتها. إذا أردنا أن نلوم، يجب أن نلوم الحكومة اليمنية لا تتحرك ولا تجاه الأزمة اليمنية بما يليق أو ما يناسب الأخطار التي المحدقة بالبلد شعبا وأرضا وإنسانا. يعني نعم، إذا مسألة يعني 30 يوم التي طرحت هل فعلا قد تحسم المسألة، خصوصا يعني أن الوضع الإنساني كارثي وكل يوم نعلم أن هناك موتى جدد وأطفال جدد يقعون تحت المجاعة؟ مسألة لنكون واقعيين، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا إذا أرادت أن تقف الحرب ستقف في 30 دقيقة وليس في 30 يوم. ولكن هذا أولا، وزير الدفاع الأمريكي يلعب بهذه المصطلحات، فهم مقدمين الآن على انتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تقريبا أيام، وهم أيضا يحاولون الهروب من ضغوط الحزب الديمقراطي ومن البرلمانيين بهذه التصريحات. إذا قال 30 يوم كما قلت، طبعا أين الخطة التي لديه ليتحدث عن 30 يوم؟ هو وضعها هكذا، وعندما يتحدث وزير الدفاع في السياسة تكون هناك كارثة. نحن نريد أن يتحدث وزير الخارجية في الأمريكي في السياسة، لأن حديث وزير الدفاع في السياسة لا يتعدى عن حديثه عن صفقات وعن ينظر للأزمة اليمنية كمجرد أزمة عسكرية. هو يمول الحرب هناك وهو يرسل من خلالها رسائل للمملكة العربية السعودية وعلى حساب مستقبل الشعب اليمني والأزمة اليمنية. لذلك أعتقد أنه فقط تصريح فاض لا يمت للحقيقة بأي صفة. نعم، إذا أعود إليك أستاذ لبيب. أستاذ لبيب، يعني هل تعتقد أنه لو تم فرض تسوية سياسية كما قلت قد يفرض على الحوثيين ذلك، ألا يؤدي ذلك إلى فقط تأجيل الحرب عوضا عن إنهائها فعليا؟ بالتأكيد بالتأكيد، وكما أخبرتك أنا سابقا بأنه التاريخ السياسي أو تاريخ تعاملنا كشعب يمني مع الحوثيين يثبت هذا بدون شك، أن الحوثيين دائما لا يسلمون السلاح إلا إذا فرض عليهم هذا الأمر فرض عسكري. هم فقط ممكن يوقفوا إطلاق النار، يمكن يتم عمليات إيقاف لإطلاق النار صحيح، ممكن يسهلوا مرور القوافل الإنسانية، ممكن يتجاوبوا مع الخطة الإنسانية بشكل كامل جدا، لكن أؤكد لكم في هذه الحلقة أن الحوثيين لا يمكن أن يسلموا لأي خطة عسكرية قادمة. لا يمكن أن يسلموا لأي خطة عسكرية قادمة. الحوثيين لن يتركوا السلاح إلا إذا نزع منهم. هذا ليس مني أنا دعوة لاستمرار الحرب، ولكن هي دعوة مني لوضع الأمور، يعني الحروف لوضع النقاط فوق الحروف بالشكل الصحيح. يجب أن يكون هناك خطة عسكرية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبا عن طريق حلف الأطلسي، إذا استدعى الأمر تدخل لمساعدة قوات التحالف لحسم الموقف العسكري مع الحوثيين، أو يكونوا صريحين في الأخير ويقولوا بأننا نحن ضد أن يتم هزيمة الحوثيين عسكريا، لكي تعلم دول التحالف وتعلم قوات الشرعية
لأنهم لا يتعاملوا مع الحوثيين ولكن يتعاملوا مع قوى عظمى. نعم. إذا اسمح لي الضيفي العزيزين لبيب ناشر والدكتور أحمد الدبعي أن ينضم معنا عبر الهاتف البراء شيبان الناشط السياسي والحقوقي من لندن. مساء الخير براء. مساء النور وأهلا وسهلا فيك وأهلا بالضيوف الكرام. أهلا بك أستاذ براء. لندن تقود مشروع جديد هي وواشنطن والاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن. هل تعتقد أن اليمن بحاجة إلى قرارات جديدة متجاوزين القرارات السابقة لمجلس الأمن؟ طبعا بالنسبة لموضوع إخراج مسودة قرار جديد يجب أن يضع في سياقه. هناك مشكلة حقيقية يجب أن تعترف فيها الشرعية، وهو أن السياق والنسق التي هي مضت فيه على مدى التغرسل سنوات الماضية ليس نسق متجانس متكامل يؤدي فعلا إلى إنتاج دولة حقيقية أو استعادة المؤسسات الشرعية. أيضا المسار السياسي الذي انتهزته الشرعية أثر على يعني على رؤية المجتمع الدولي للحل في اليمن. الآن تقريبا لا يوجد تكتل سياسي واضح من كل الأطراف السياسية، رغم أن جماعة الحوثي خسرت كل حلفائها، لكن ظلت بالرغم الضعف الذي مرت فيه وهي تضعف بشكل مستمر، لكنها ظلت متماسكة. بينما الشرعية كانت لديها الكثير من عوامل القوة ولا زالت لديها الكثير، لكنها غير متماسكة، وكلما يمضي الوقت أكثر كلما تتشتت القوة التي داخل الشرعية أكثر. فهذه مشكلة بحد ذاتها يجب أن تعترف بها الشرعية ويجب أن يبدأ انطلاقة الحل من هنا. النقطة الثانية اللي أعتقد أنه كان يجب انطلاق معركة تحرير اليمن تنطلق من أسس ومنطلقات وطنية. لا يمكن أنه ينتظر الناس ينظروا فقط إلى من هو أعلى ويقول أين هو التحالف، لماذا لا يحل لنا مشاكلنا. لن يستطيع أن يحل اليمن إلا اليمنيون. لن تستطيع أن تحسم المعركة إلا القوى الوطنية داخل اليمن. فهذه الإشكالية أعتقد أنها تراكمت، وأول ما حصل هناك فرصة حقيقية للضغط على المملكة العربية السعودية حصل هذا الاختراق إلى داخل مجلس الأمن لإيجاد صيغة جديدة للحل، رغم أنني لا أعتقد أنه سيؤثر بشكل جوهري، ولكنه بالتأكيد هو اختراق كبير يعتبر. نعم. إذن يعني عنوان معظم دعوات السلام هذه هي المأساة الإنسانية في اليمن، يعني هل ترى أن المجتمع الدولي قدم شيء لإيقاف مأساة اليمنيين والوضع الإنساني الكارثي الحادث، أم أنهم يسيسون أيضا الجانب الإنساني تبعا لسياسات دولهم واستخدام هذا الأمر لأغراض مصالح دول لا أقل ولا أكثر؟ طبعا الملف الإنساني هو استخدم كوسيلة للضغط من أجل إيقاف الحرب، وأنا لا أريد أن أقول إيقاف الحرب ليكون محدد، من أجل إيقاف وقف عمليات التحالف بشكل دقيق. النقطة الأساسية التي لا يزال يجهلها الكثير من العاملين داخل بالذات منظمات الأمم المتحدة والهيئات الأممية أنه جماعة الحوثي ليست المشكلة عندها فقط في وقت الطيران. الجماعة الحوثي لا يمكن أن تقبل بحل سياسي لا يضمن قدرتها على التسلح ولا يقيد هيئتها الميليشياوية والعسكرية. إذا لم تضمن هذه جماعة الحوثي بشكل واضح و100% لن تقبل بأي حال وأي صيغة سياسية. وأعتقد هذه الرؤية بطريقة أو بأخرى لم تستطع الشرعية اليمنية أن توضحها للمجتمع الدولي بشكل واضح. فالذي الآن يحاول أن يحل المشكلة يقول هذه هي حرب السعودية، إذا تمكننا من وقف السعودية سيقدم الحوثيون إلى الطاولة وتكون هناك نتائج حقيقية، خصوصا أن هناك اقتناع كبير أن الحل العسكري لم يجدي خلال 4 سنوات الماضية.
نعم، إذن هل تعتقد أن مشروع القرار الذي على طاولة مجلس الأمن ربما يلتف على القرار السابق 22/16 أم أن يعني قد يأتي برؤية مختلفة؟ هو سيركز بشكل كبير على وقف إطلاق النار، سيحاول أن يدفع باتجاه عملية سياسية أكثر من يعني بالتأكيد ليست لن يعطي نفس الفرصة مثل ما أتيحت حتى الفرصة في 22/16، ولكن يجب أن نوضح للجميع يعني في الأخير من المتغيرات على الأرض هي من تفرض نفسها على الطاولة. إذا حسمت الشرعية مثلا معركة الحديدة لن يستطيع أحد من المجتمع الدولي أن يقول لهم تراجعوا عن معركة الحديدة، لأنه هذه في الأخير شرعية ما فرضها دوليا هي تستعيد ميناء أساسي من موانعها، تستعيد أحد منافسها الرئيسية. أنا أعتقد أن الإشكالية أنه سيكون هناك ضغط أكبر كلما تحديدا على التحالف، ولذلك هنا يجب أن تتحول الاستراتيجية إلى الاعتماد بشكل حقيقي على الجيش الوطني والقوى الوطنية. يجب أن تتوقف الاعتماد الكلي على الطيران والتحول إلى الميدان. لا لازم تحسن لك الطيران لا يحسن الميدان، وبالعكس أثر وشوش كثير على 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 صورة التحالف وصورة الشرعية بشكل كبير. نعم، إذن شكرا جزيلا لك البرا شيبان الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. عودة إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني لوحظ أن المبادرات الدولية ركزت على إيقاف الحوثيين لإرسال الصواريخ تجاه السعودية، فشعر اليمنيون أن يعني هل كل ما يهم هو أمن حدود السعودية؟ أين هم اليمنيون من هذه المأساة؟ أين هم من كثير من الاحتياجات التي يعني يريدونها والتي طالت أمد تحقيقها خلال 4 سنوات؟ للأسف الشديد كما قلت المجتمع الدولي بانقسامه في الملف اليمني بين الساسة الغرب وبين الإعلاميين والمشتغلين بالقضايا الإنسانية. هناك تعاطف مع الشعب اليمني من منظمات المجتمع المدني في الغرب أكثر من الساسة طبعاً. لا. الساسة ينظرون للمملكة العربية السعودية لأن فيها مخزون النفط الهائل الذي يتدفق إليهم، فهم يرون في ذلك المخزون النفطي أكثر من مخزون الدماء في الشعب اليمني حقيقة للأسف الشديد. لا يكترثون لما يقع للشعب اليمني كثيراً من مآسي ومن كوارث إنسانية حاصلة الآن. لكن انا اطالب من هذا المنبر ان واتفق مع الزميل السابق لبيب او البرا شيبان بان الحل في اليمن يجب ان يكون يمني يمني، ولذلك ما زلنا بحاجه لجرأة حقيقيه في اليمن لتقديم مبادره وطنيه لانتشال البلد من هذا المستنقع الاليم. صدقوني في اليمن لن يكترث احد لحالنا حتى لو مات 14 او 20 مليون انسان. يجب أن نثق بأنفسنا بأننا قادرين على أن نحل الأزمة الإنسانية والأزمة السياسية في البلد وأن نتعايش في هذا البلد. نحن متعايشين منذ مئات السنين ويجب أن نعود لذلك التعايش وأن نمضي قدما نحو المستقبل ونتناسى هذه الجراحات ونتجه نحو عدالة انتقالية وحل شامل لهذه المعركة. نعم. لكن المبادرة التي تقدم بها وزير المبادرة التي تقدم بها وزير الدفاع يعني تعني بالشأن أو بالأمن السعودي، لا تعني حقيقة باليمنيين ولا بمأساتهم ولا حتى حلول عاجلة للكارثة الإنسانية التي تحل بهم. البنتاغون ليس منظمة خيرية أو ليس جمعية خيرية. البنتاغون يهمه النفوذ وسياسة وتوازنات المنطقة، هو يحرص على أن تكون هناك بؤر صراع كما قلت في المنطقة مثله مثل بقية الدول الكبرى. ينظرون للأزمة اليمنية من خلال الإقليم بشكل عام وتوازنات القوى في الإقليم، لا ينظرون للأزمة اليمنية بأن هناك شعب تم عليه الانقلاب وحكومة تشردت في الرياض أو في السعودية يجب أن تعاد لها الشرعية. هم ينظرون أن هناك قوة صاعدة أو ميليشيا جديدة في اليمن ممكن من خلالها أن تضيف إرباكا للمشهد وتجعل ساحة الشرق الأوسط أكثر قابلية لخلق نفوذ غربي أو نفوذ شرقي فيها أو
ما إلى ذلك، بحيث تتقاسم الدول الكبرى هذا النفوذ، وتستطيع من خلاله أن تلعب بأيقونات المنطقة لصالح هذا الطرف أو لصالح ذلك حسب المتغيرات. ولذلك إذا نظرنا فقط أن المجتمع الدولي سيأتي إلينا بحلول سحرية ليخرجنا من هذا المستنقع فهذا وهم كبير. هذه الدول ليست جمعية خيرية لتقدم لنا حلول إنسانية، هي تقوم الآن بتقديم مبادرات قدر الإمكان لإيقاف الحرب وإيقاف هذا النزيف الدموي الحاصل في اليمن لفترة من الفترات، حتى تقوم بإعادة تشكيل المنطقة حسب معادلات أو مدخلات متغيرات لمعادلات جديدة تصنعها الآن. نعم، إذا أعود للأستاذ لبيب. أستاذ لبيب، يعني برأيك لما يرى البعض أن الغرب يقف مع الحوثيين ويحافظ على بقائها أيضا في اليمن؟ أعتقد بأن هناك ملف حقوق الإنسان الذي يرتبط بالمملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة. كثير من الناس أو كثير من الدول لديهم موقف متشدد جدا ناحية القضايا الحقوقية في المملكة العربية السعودية، ليس من فقط بسبب قضية خاشقجي ولكن أيضا في العشرين السنة الماضية لم يكن ملف المملكة العربية السعودية موضع ارتياح لدى كثير من الدول، وكان دائما موضع نقد. لا أخفيك القول بأن حسب معرفتي الشخصية، طبعا عندما تذكر المملكة العربية السعودية يحصل نوع من عدم الارتياح في الحديث عن قدرة النظام في إدارة دولة معاصرة في الألفية الثالثة. لذلك هي كانت فرصة عززتها الحادثة الأخيرة التي حصلت في تركيا في القنصلية. فالجميع أظهر أنيابه وأظهر مخالبه على نظام الحكم السعودي. هذا شأن سعودي وشأن دولي ليس لنا علاقة فيه كيمنيين. نحن ما يمسنا الآن، وأنا أريد أن أقول هذه الكلمة من خلال قناتكم، بأن للأسف التحالف أخطأ بأنه جعل نفسه في الصدارة كوصيا كاملا على الشعب اليمني. هناك شرعية، هناك حكومة، هناك شعب، هناك جيش وطني، هناك رئيس شرعي. على التحالف أو على التحالف أن يعزز قوة الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي والجيش الوطني لكي يتصدر هو المعركة. دول التحالف هي الواجهة المساندة. لكن للأسف الشديد العالم الآن يرى جميع بأن المعركة هي معركة سعودية حوثية وليست معركة ما بين القوة الشرعية وما بين الحوثيين. هذه هي المشكلة الأساسية. كان يجب في الوقت الحالي بعد 4 سنوات إذا هناك قصف طيران كان يجب أن تكون اليمنية هي بهذا. نعم. إذا هناك زحف برد أو قتال كان يجب بالقوات البحرية اليمنية وهكذا. نعم. إذا شكرا جزيلا لك لبيب ناشر، نائب رئيس مجلس العلاقات اليمنية الأمريكية، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. عودة أخيرة لك دكتور أحمد، في دقيقة إن تكرمت، كيف تعلق على غياب الشرعية وتحركها في ما يحدث في العالم عنها؟ يعني أحاديث كثيرة من دول كثيرة، مواقف تتخذ، بيانات يعني تلقى، ولا خبر عن الشرعية بتاتا، وكأن الحديث لا يعنيها. أتفق أولا مع الأخ لبيب، التحالف في اليمن بأسلوبه المتعجرف والذي قضى على الشرعية حقيقة. أنا قال لي أكثر من سياسي بريطاني بأن الشرعية يبدو أنها التحالف يبدو أنه يحارب الشرعية ولا يحارب الحوثيين. نعم. وجعل على لسان بريطاني آخر قال التحالف جعل من الحوثيين حركة تحرر وطني، حوله من انقلاب إلى حركة تحرر وطني بسبب غباء هذا التحالف الإماراتي السعودي الحاصل في اليمن، والذي جعل اليمن أكبر كارثة إنسانية، وجعل رئيس الجمهورية لا يستطيع العودة إلى عدل لممارسة مهامه منذ 4 سنوات. إذا نتحدث نحن هنا على تحالف هو من وجه طعناته القاتلة للشرعية اليمنية أكثر مما فعله الحوثيون.
نعم. ولذلك إذا استمر الرئيس هادي بسياسته الحاصلة بهذا النحو فهو سيقضي على الشرعية تماماً إذا اعتمد اعتماده على التحالف بهذا الشكل. نعم، إذن شكراً جزيلاً لك الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي ومسؤول علاقات الخارجية في تيار يمنيون، كنت معنا عبر سكايب من اسكتلندا. أشكر لكم أيضاً مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.